السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعار الذهب اليوم في مصر: سجل الذهب العيار 24,000 جنيه البيع، 1,988 جنيه الشراء. الذهب عيار 22 سجل 1,833 جنيه البيع، 1,822 جنيه الشراء. أما الذهب العيار 21 سجل 1,750 البيع، 1,740 جنيه الشراء. أما الذهب عيار 18 سجل 1,500 جنيه البيع، 1,491 جنيه الشراء. الذهب عيار 14 سجل 1,166 البيع، 1,160 الشراء. الذهب العيار 12 سجل 1,000 جنيه البيع، 994 جنيه الشراء. العيار 9 سجل 750 جنيه البيع، 745 جنيه الشراء. أما الجنيه الذهب، الجنيه الذهب سجل 14,000 جنيه البيع، 15,240 جنيه الشراء. أما أونصة بالدولار الأمريكي، أونصة النهاردة ب 1,917 دولار البيع، 1,916 دولار الشراء. بفضلك اللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس ويعلم على علامة الكل اللي يصله كل جديد في معاده بإذن الله. شكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.